لماذا لا ينبغي عدم إثارة غضب الثيران والقردة والإواس؟ هذا ما تفعله الأغنام الغاضبة. وكيف تقوم الكارما بحماية الكلاب الضالة من الأشرار؟ سترى كل شيء الآن. في هذه الحلقة سأعرض لكم حالات الكارما الفورية للحيوانات التي تم التقاطها بالكاميرا. هيا بنا! للإحماء قليلاً أقترح عليك إلقاء نظرة على بعض الصور التي تثبت وجود الكارما في عالم الحيوان أيضاً. على سبيل المثال كهذه اللقطة، كان هذا الرجل يسيء معاملة هذا الكلب، وكل هذا كان يحدث أمام بقرة لم تحتمل هذا الموقف، وقررت أن تلقن الرجل درساً عن طريق ضربه. هنا يوجد لدينا مشهد من ثلاثة فصول، البداية والذروة والخاتمة. رأى الرجال الموضع على الطريق وقرروا الوصول إليه. في البداية لم يستجب، لكن في نهاية المطاف غضب، قرر القتال، وسقط أحد هؤلاء المشاغبين على الجليد. ليس أمرا لطيفا أن يحاول الموظ مهاجمتك، لكن الأمر نسبي، إنه أفضل من التعرض لهجوم فرس النهر كما حدث هنا. تمكن هذا الرجل من الفرار، لذلك لا داعي للقلق. يبدو أن الفرس لم يعجبه الاهتمام. حدث شيء مشابه لهذه الفتاة، ولكن تمت مهاجمتها من قبل ثور، لكن على حد علمنا كان يخيفها فقط. بالمناسبة ليست الثيران فقط من تقاتل، هل تعلم أن الزرافات تفعل ذلك أيضا؟ إذا لم تصدقني انظر بنفسك، لابد أن هذا الرجل قد أثار غضب الزرافة، فقرر هذا الحيوان أن يضربه بكل قوته. من الجيد أن الرجل هرب منه، هناك قوة كبيرة في تلك الرقبة الطويلة، لذا يمكن أن تتأذى بعد لكمة كهذه. لكن لست متأكداً من سبب ضرب الزرافة للرجل، لن أقول إنه كان هناك سبب وجيه، لكن هذه الأغنام لديها سبب. تجول قط في مكانها، أو أنه يعيش هنا معها، لا يهم. من المهم أن يشعر وكأنه ملك محلي هنا، فهو يتجول حول الأسوار ويظهر للأغنام أنه حر على العكس منها، بل وينقض على أحدها. في البداية تحمل الخروف هذا القط الفظ وحاول حتى تلقينه درساً وشمه بشكل صحيح، مع ذلك صبرها نفذ وقامت بركل هذا الوغد وأسقطته أرضاً. أعتقد أن جميع الأغنام الأخرى شكرتها عقلياً. ما لا تستطيع القطط التفكير فيه، هذه الصغار مؤذية، ستزعج الخراف أو ستسخر من إخوتها. مثلاً هنا يمكننا رؤية ثلاثة قطط، اثنان منها على جانب خزان المياه والثالثة سقطت أثناء اللعبة. ساعد المالك هذه المسكينة بإحضار سلم. قبل أن تتمكن من شكر الرجل يجب عليها الانتقام، لكن دون جدوى تسقط في الماء مرة أخرى. لكن الآن تكافئها الكارما، فقد خدعت المعتدي عليها ليسقط أرضاً. هنا قرر رجل أن يعزف مقطوعة موسيقية على الجيتار، إلا أن قطته كانت نائمة فأخذت مكانه بسرعة. يوقظها عازف الجيتار بشكل غير رسمي ويقوم برميها بوقاحة ويدفعها بعيدا بقدمه. هذا قبيح جدا، لكن انتظر، الكارما ستلحق به. ركضت القطة على الطابق العلوي وكأنها اصطدمت عن غير قصد بزهرة سقطت على رأس الرجل الوقح. يبدو لي أن كل هذا الأمر لم يحدث بالصدفة. أسقطت القطة الوعاء عمداً بطريقة غير محسوسة وبمهارة، ماذا تعتقد؟ باختصار المزاح مع القطة سيء، لقد تعلمنا ذلك، لكن الكائن الذي لا يجب أن تمزح معه أبداً هو سمكة القرش. حاول الرجل في هذا الفيديو جذبها بوضع يديه في الماء، ربما أراد إلقاء نظرة فاحصة، لذلك كانت الكارما على استعداد لمنحه هذه الفرصة. أمسكته سمكة القرش وألقته في الماء، أصيب الجميع بالذعر واعتقدوا أنه مات، لكن كان بخير، لم يصبه القرش بإصابة خطيرة وبالتأكيد لم يأكل. أعطاه تلميحاً حتى لا يسبب إزعاجاً في المياه الموبوءة بالحيوانات المفترسة. بالحديث عن الحيوانات المفترسة، هنا أحدها، الدب المألوف للغاية. في هذه اللقطات التي التقطتها كاميرا المراقبة يقوم بتخريب ممتلكات شخص آخر. أولاً يحاول كسر السياج، ثم يفرك ظهره عليه ويحاول تمزيق بعض الأربطة المطاطية. تعاقبه الكارما على ذلك، يطير الشريط المطاطي من السياج ويضربه بين ساقيه. الرجال الذين تعرضوا للضرب تحت الخصر مرة على الأقل في حياتهم يفهمون الألم الحقيقي الذي كان يختبره. كما ترون حتى الحيوانات لديها مثل هذه المواقف.
هذه الدبابة تعيش في الحديقة، لديها ما تفعله، لكن أحياناً تشعر بالملل. يطلب أحد الدبابة من الآخر أن يلعب. في كل ثانية يصبح الفرد الذي في الأعلى مزعجاً أكثر ويبدأ في إزعاج الدب بالأسفل، وذلك عندما يضرب رأسه ببرميل. لا أعرف إذا كان هذا ما أراده، لكن الدب هدأ فوراً. بشكل عام قد يحدث أي شيء في حديقة الحيوان، وكثيراً لا يخلو من مشاركة الزوار. مثلاً في حديقة صينية كانت هناك حالة غير عادية، حيث قام أحد الزوار بإلقاء زجاجة بلاستيكية في قفص شمبانزي. لم يعجب القرد بحقيقة رمي الناس للقمامة في منزله، ويمكنك رؤية القوة والدقة التي رماها بها مجدداً. كان ذلك ملحمياً للغاية. في الواقع أصاب فتاة وهاتفها. إنه لأمر مؤسف إذا لم تكن هي التي ألقت الزجاجة، لكن على أي حال الفيديو مفيد. لا تضايق الحيوانات، وخاصة في الحدائق. مع ذلك لا يدرك الجميع هذا. لم يكن هناك رمي زجاجات، لكن الفتاة اقتربت كثيراً من القفص مع قرد وبدأت في إزعاجه، تهتز وتضايقه وتتحدث بغرابة وما إلى ذلك. في البداية تحملت الرئيسية، ثم خلعت قبعتها، وعندما استمرت الفتاة بالإزعاج أمسكتها من شعرها، قامت به كإجراء وقائي. كما ترون نجح ذلك. لا زلت أفهم عندما يتواصل الناس مع الحيوانات في الحديقة، فهم مدفوعون بالفضول، كل هذا واضح، لكنني لا أفهم أبداً الذين يضربون كلاب الشوارع بدون سبب. لحسن الحظ الكارما تحمي الكلاب وتجعل الوقحين يبدون سيئين. هذا شخص آخر يعتقد أن الكلب كرة من نوع ما عاقبته الكارما أيضاً. وفي هذه الحالة قرر هذا الرجل أنه خالد وحاول ركل ثور. كان رد فعل العملاق على الفور، حاول ختم الجاني حرفياً في القفص. تم إنقاذ الرجل بمعجزة، لو على حساب قبعته. بالتأكيد لا ينبغي التلاعب بالثيران، لقد رأيتم ذلك عدة مرات اليوم، هنا تأكيد آخر لذلك. بينما كان الثور يقاد للداخل، قرر أحد الرجال أن يسرعه، لكن الثور شم ظهره وقام بركله بطريقة أدت إلى سقوطه أرضاً، أو بتعبير أدق ضربة قاضية. نهض بسرعة، لذا يبدو أنه لم يحدث شيء خطير، لكنها كانت ملحمة. والأسوأ هو محاولة التباهي أمام الثيران في البرية كما فعل هؤلاء الأشخاص. اقتربوا من حيوانات البايسون وذلك لم يعجب أحدها. حاول البايسون الهجوم وأثناء الهرب سقطت الفتاة. ربما تظاهرت بالموت، إما أن ذلك ساعد أو أن البايسون كان لطيفاً. في النهاية كانت بخير. بالنسبة لي هذا درس مدى الحياة. درس مفاده أنه في البرية عليك أن تكون حذراً وأن تتصرف بضبط النفس. لقد تحدثنا عن مطاردة الجاموس لفتاة. حان الوقت لمشاهدة الكلب يطارد الدجاجة. أعتقد الجرو أنه صياد بارع وقرر أن يحضر طائراً للعشاء. مع ذلك لم يكن الأمر بهذه البساطة والغباء، فقد هرب منه بسهولة وتسبب باصطدام الجرو بالفانوس. الكارما قد تكون هكذا. هذا الكلب كان لديه أهداف أكبر. أعتقد أنه قرر اصطياد سرب الطيور بأكمله معاً. الكارما ترى كل شيء، لذلك قررت تلقين الكلب درساً من خلال إعطائه حماماً مائياً غير مقرر. بالمناسبة هنا يوجد قطيع من الإيوز، لكن لا تعتقد الآن أن الإيوز خجول ولا يمكنه الدفاع عن نفسه. يمكنه ذلك. من المؤلم جداً قرصة الإيوز بمناقيره. إذا جعلته غاضباً فقد يتسبب بإصابة سيئة. الأمر أسهل مع البط، فهو ليس متهوراً كالإيوز، لكن لا يجب مضايقته أيضاً، ولا حتى البط المنزلي. من الواضح أنه لا يحب المداعبة ويميل للعض انتقاماً. هنا يوجد لدينا الكنغر. بينما هذه الحيوانات تعتبر مألوفة للأستراليين، إلا أنها ليست كذلك للناس في بقية العالم. ليس مستغرباً أن يحاول الكثيرون الوصول إلى أقرب تواصل مع الكنغر، لكن لا يزال يجب احترام هذه الحيوانات. علاوة إذا أغضبت الكنغر فقد يبدأ القتال، حيث يقف على ذيله ويركل. كان سيختلف الأمر لو كانت الكارما صغيرة. الآن سنرى ما هو الكنغر الغاضب الحقيقي. لمست الفتاة الحيوان وأثارت غضبه، لكن صديقتها هي التي حصلت عليها. انقلب الكنغر عليها الآن. كل ما تبقى هو التعامل مع المصور، ويمكننا القيام بعملنا. هاجم الكنغر الكاميرا بجرأة وكأنه يقول لا تصوروا هذا واحذفوه بسرعة.
كان لا يزال صغيراً، لم يكن من الممكن أن تنتهي المواجهة مع كنغر كبير بهذه البهجة. مجدداً لدينا مواجهة بين الحيوانات، ومجدداً المتنمر هو القطة. وصلت إلى النعام. كما في حالة الخروف، هنا موقف مشابه. تقف القطة على السياج وتضرب النعامات الصغيرة. لن تفعل لها أي شيء، والفروي يفهم ذلك الأمر ويستفيد منه، لكن هذا في الوقت الراهن. الآن كبرت هذه النعام وهي مستعدة للانتقام من الجاني. لم تنسى كيف ضربتها في طفولتها، والآن تجعلها تشعر بعدم الارتياح الشديد. إن مواجهة القطة مع النعام أمر غير عادي، لقد اعتدنا على شيء كلاسيكي، مثلاً المواجهة بين القطة والكلاب. هنا بالمناسبة أحدها. قطة جريئة أخافت كلباً وقامت بطرده من الممر واحتلت المكان الموجود في أعلى الدرج. الكلب غير سعيد للغاية بهذا. في نفس الوقت ليس من حقه أن يقاوم، فالقطة أصغر وأضعف بكثير، لكن فقد تصرفت بشكل سيء، لذا تستحق عقوبة صغيرة. هذا ما يحدث عندما يلعب كلب مع قطة بكامل قوته ولا يستسلم. هذا الكلب لا يريد اللعب مع القطة بل مع الفتاة. يريد أن يمارس اليوغا معها ويمارس تمارين التمدد وغيرها، لكن الفتاة لا تريد أن يتم إزعاجها، لذلك طردت حيوانها. حسناً، بما أنه لن يكون هناك يوغا معاً فلن يكون هناك يوغا أبداً، لذلك قرر ودفع الفتاة أثناء قيامها بأحد الوضعيات. وكان الاكتشاف لهذا الخروف من الهند أن بين الحيوانات هناك لصوص حقيقية ومحبة للمجانيات. تأكل بهدوء الطعام الذي يقدمها لها الرجل. لا شيء كان ينذر بالمتاعب عندما يظهر قرد وقح فجأة. يبدأ الرئيسي بشكل غير رسمي في تناول طعام شخص آخر. في البداية تتسامح الخرفان وتتراجع، لكنها في النهاية تنطح المخلوق الصفيق لدرجة أنه طار خارج الإطار. حسناً، تم حل المشكلة، الآن يمكنك العودة إلى وجبتك. أعتقد أن هذا القرد سيسعد بأن يكون في مكان أقاربه. ليس عليك السرقة والبحث عن الطعام، فهم يعطونه لك فقط. لكن هذا القرد من ناحية أخرى لم يكن سعيداً. لقد تم دفع موزة حرفياً وإجباره على أكلها بطريقة مترددة من أجل المحتوى. أخذ القرد قضمة وألمح إلى أن الوقت قد حان ليخرج الرجل من هناك. وعندما لم يفهمه الرجل، غضب القرد. ضرب الكاميرا ثم دمر موزة ثانية كانت قد تسللت إليه. بما أنك تريد المحتوى بشدة فاحصل عليه، ربما هذا ما كان يفكر فيه حينها. يمكنني فهم هذا القرد، لا أحد يحب المضايقة بغض النظر عمن أنت، إنسان، قرد، حصان مثلا. لقد أزعجه جمل مزعج، لكن الكارما كانت إلى جانب الحصان، فقد تمكن من ضرب الجمل في فكه دون أن ينظر، وقد نجح الأمر. بعد بضع صفحات هدأ هذا الجمل، لكن الجمال نفسها تتعرض للمضايقة أيضاً، مثلاً هذا ما فعله الحمار هنا. ليس واضحاً ما إذا كان يريد من الجمل الذي وقف هناك ولم يلمس أحداً. مع ذلك سرعان ما غضب الجمل، أمسك الجمل الحمار بقوة كافية بأسنانه وحكه قليلاً. يمكنك أن ترى كيف أدرك الحمار كل شيء فوراً وأصبح حزيناً. من يدري، ربما أراد تكوين صداقات وتمت معاملته هكذا. أما الحمير والإبل فمن المعروف أنه يمكنك ركوبها كالخيول. من غيرها يمكن ركوبه بهذه الطريقة؟ حسناً، خروف مثلاً؟ على الأقل هكذا فكر هذا الرجل. قرر تجربة أحاسيس جديدة وجلس على الخروف، لكنه سرعان ما سقط عنه. قرر الخروف أن يلقنه درساً مرة أخرى وركله قليلاً في وداعه، فهو ليس حيواناً يمكن ركوبه. السرعوف ليس حيواناً يمكنك التقاط الصور معه، وتعتقد أنك لن تحصل على أي شيء مقابلة. هذه الحشرات ليست مغرمة بالكاميرا والاهتمام غير الضروري. انقض هذا السرعوف أولاً على الرجل الذي كان يمسكه، وهذا ليس كل شيء. الآن يطير مباشرة نحو الكاميرا ويصطدم بها، حتى أن هناك القليل من الذعر. إنه لأمر مدهش ما تفعله حشرة صغيرة. من حيث المبدأ لا ينبغي الحكم على الحجم. أحياناً الحيوانات الصغيرة قد تفاجئك حقاً. هذه القطة تشهد على ذلك. حاولت مهاجمة الفأر معتقدة أن هذه ستكون أسهل عملية صيد، لكن الفأر قاوم. شاهد الفأر ينقض على القطة ويتجاهل ضرباتها. تحولت الفريسة إلى صياد وطاردت الحيوان الفروي الوقح بلا خوف.
شكرا للمشاهدة. ما الذي فاجأك أكثر في هذه الحلقة؟ ضع إعجابا واشترك في القناة.